130 أكثر أكثر. ولأول مرة راوا أن معناتها المعارضة الكل في نفس التوجه. أول مرة راوا المؤتمر بجنب الجبهة الشعبية وهذه حاجة باهية. معناتها كمان خدموا مع بعضهم، صحوا مع بعضهم. أي صحوا مع بعضهم وفي الندوة الصحفية مع بعضهم، وهذه بادرة نشجعوا عليها. وإحنا حاجتنا توحد المعارضة، لا وإن شاء الله ونتمنى توحد الأحزاب الحاكمة على خاطر هما بيدهم عندهم مشكلة. قوليش صحوا معاكم ناس من الرباعي الحاكم؟ لا هما في حد ذاتهم بعد ما انسحبنا نحن من التوافقات بقاو هما يتوافقوا. صار عركة في وسطهم. هما عركة في وسطهم خصوصا على موضوع الخمور الممتازة اللي وقع تمريرها واللي ثم شكون عليه. شنو الحكاية نتاع الخمور الممتازة دي؟ هاوين ريت حاجة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إمضاء النهضة وموافقتها على الخمور الممتازة يثبت بالكاشف وأن العركة الأصلية في تونس والحقيقية اليوم ليست لا فكرية لا إيديولوجية لا عقيدية. العركة الحقيقية هي فئوية قطاعية جهوية، ثم فئات وقطاعات وجهوات جهات تمتعوا وتمعشوا من الشعب هذية والجهات المفقرة والمهمشة والمحرومة، واليوم يواصلوا في نفس النهج. ولذا أنا نقول للتوانسة فيقوا لأرواحكم، وأنا أول تونسي نطلب ماكش أول تونسي تقول للتوانسة فيقوا على أرواحكم. إيه فيقوا على أرواحكم على خاطر راهو اللي تراو فيه مسرحية. الرباعي اللي مشكل الحكومة لا يجمع بيناتهم إلا نصيب كل واحد وغنيمته من السلطة. مشكلة هالشعب ما تعني هو الجملة ما تعنيهوش. وأكبر دليل هي هالميزانية، هي هالإجراءات اللي خذيناها. وأنا بالمناسبة أدعو التوانسة بشي يطلعوا على القوانين اللي عديناها. ما فهمتش علاش عملنا انتخابات بحكم وأن جميع القوانين أكثر من 90% من القوانين اللي عديناها ومشاريع قوانين والقروضات هي نتاع الترويكا ونتاع المهدي جمع، وكأني بالحكومة هذه ما جيتش من بعد انتخابات. اللي حصل في تونس اليوم أن النهضة نجحت في جعل التونسي يندم ويتأسف على فترة الترويكا هكا جعلته وجعلت التونسي يندم ويتأسف على التأسيس قدام مجلس نواب الشعب. ونداء تونس خلت التونسي يأسف على أيامات بن علي وعلى التجمع. هذا اللي نجحوا فيه. لكن أنا نقول للشعب التونسي راهو للنهضة للنداء هما اللي واقف عليهم البلاد. ونرجعوا الوسائل الإعلام المأجورة باحترامي للشرفاء. راني أنا باش نحب نوضح مرة واحدة مش تبرير لكن توضيح، لا أقصد جميع وسائل الإعلام والإعلاميين، ثم إعلام مأجور إلى حد الآن يلعب في دور قذر، إلى حد الآن يلعب في دور قذر وما يستدعى كان اللي هو يخدم في الأجندات نتاعه. باه سي فيصل الطعن وقتاش باش يتم تقديمه؟ والله ان شاء الله وقت اللي يجينا هو ديجا يظهر لي اليوم. معناتها اي فتح الشمخي انا من هنا باش نتعدى مباشره على خاطر يلزم تعبتنا القانون الماليه البير الرسمي. لكن بربي نحب نقول كلمه. راهو في الميزانيه هذه ما عطينا حتى شيء للجهات الداخليه، ما عطينا حتى شيء للفلاح. طلبت بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعيه اللي هو موجود في صندوق في قانون مالي نتاع 87 لم يقع تفعيله. طلبت ب اعفاء كل فلاح يدفع اصل الدين من جميع الفوائض والخطايا المترتبه على اصل الدين، ما وقعش تمريره. طلبت بتفعيل القانون عدد 15 الخاص بالمديونيه، انه آلي معناتها نحذف مديونيه اللي عنده 3 ملايين و5 ملايين فصل فصل، معناتها ملف ملف. هذا ما صارش. لكن ما صارش. وحاجه اخرى اخطر ما وقع تغافل عنه ما حكيتش عليه وسائل الاعلام برا عاده هو دور وارجع له وسائل الاعلام. توحي به هي وسائل الاعلام. لا توحى انا منسحب، انا منسحب وقتها. وقت اللي جاء الفصل هذا اللي انا عملته فصل جديد رجعت جوست غير على المجلس هذاك باش ما يستعجلوش. علاش؟ ثم صندوق اسود ويتصرف فيه رؤساء الحكومات من 75 اليوم، فيه مئات المليارات. وينه هذا؟ موجود مرة
تابع رئيس الحكومة؟ لا هو 0.5% من ديكلاراسيون دامبو نتاع لي بارتنير معناتها رجال الأعمال كل عام ينحوا له 0.5% باش يحطوها في الصندوق الأسود هذا. كانت هي باسم صندوق الضمان الاجتماعي، اليوم صناديق الضمان الاجتماعي كلها تعاني لكن ثم فلوس قاعدة تتصرف. تجي دائرة المحاسبات في تقرير عدد 28 تاع 2014 تقول راي الفلوس هذية غير مدرجة بالميزانية ومخالفة لوحدة الميزانية وتوصي أنه يقع ضمها للميزانية باش يولي مجلس نواب الشعب اليوم.